بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، ثم نكمل دروس كتاب الجامع في صفة الصلاة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في هذا الكتاب المبارك بإذن الله والمسمى بالجامع في صفة الصلاة. قال حفظه الله: ويجعل اليمين على الشمال ثم يجعل يمينه على شماله إما وضعا أو قبضا. أخرج البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك رحمه الله إلى أن السنة الإرسال للقبض استدلالا بحديث المسيء في صلاته، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، ولكن حديث المسيء في صلاته لم يذكر الواجبات كلها مثل التشهد والسلام فضلا عن. ثم إن النصوص الواردة في خصوص هذا القبض مقدمة على غيرها من العمومات. نعم، هنا بيان كيف يضع المصلي يديه، فقد بينا فيما سبق أن أول أركان الصلاة القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام أين يضع يديه؟ هذا هو المبحث في هذه المسألة. يجعل يده اليمنى على يده اليسرى إما وضعا أو قبضا. إما وضعا يعني يضع اليمنى على اليسرى وضعا بدون قبض، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يضع يمينه على شماله قابضا باليمين يده الشمال. كلا الصفتين صحيحة. كان الناس يؤمرون كما قال سهل بن سعد فيما أخرجه البخاري رحمه الله: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا مذهب أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن السنة الإرسال، أن يرسل يديه فلا يقبض اليمنى، لا يضع اليمنى على اليسرى، وإنما يرسل يديه. واستدلوا على هذا القول
بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء لصلاته الرجل الذي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في 3 مرات قال: لا أحسن والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وليس في تعليمه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك اليمنى على اليسرى. فاستدل المالكية بهذا الحديث، حديث المسيء لصلاته، بأن الإرسال هو السنة وليس وضع اليمنى على اليسرى. ولكن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح والصحيح والله أعلم، وذلك أن النصوص التي جاءت في بيان أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى خاصة ومقدمة على حديث المسيء لصلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة في أركانها وما يجب عليه فيها، ولكن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من الأركان، بل وليس من الواجبات، فلذلك لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيء، لأن المطلوب منه أن يأتي بما تصح به الصلاة كحد أدنى. ولكن جاءت النصوص في أحاديث سيأتي بيانها أن السنة ثبتت بأن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته إذا كان واقفا. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنه: ثم إن النصوص الواردة في خصوص هذا القبض مقدمة على غيرها من العمومات. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه. قال ابن رجب رحمه الله: ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. نعم، ما ذكره ابن حجر عن ابن عبد البر بأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فأكثر الأحاديث جاءت مبينة لوضع اليدين، وأن السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى إما وضعا وإما قبضا، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال عفى الله عن فائدة: الصحيح أن المصلي يحط يديه بعد التكبير في محلهما ولا يرسلهما ثم يحطهما، وهو الأصح في مذهب الشافعي والمذهب عند الحنابلة، وهو ما تقضي به الأحاديث. هنا مسألة لطيفة، وهي إذا كبر المصلي لتكبيرة الإحرام فقال الله أكبر، هل يرسلهما ثم يضعهما بعد ذلك، يضع اليمنى على اليسرى، أم أنه إذا كبر مباشرة يضع
اليمنى على اليسرى ولا يرسلهما. أكثر النصوص على بيان أن المصلي يحط يديه بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام في محلها، يعني يضع اليمنى على اليسرى ولا يرسلهما، سواء كان بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الرفع من التشهد، القيام من التشهد الأول أو القيام من الركعة الثانية أو الرابعة. فدل ذلك على أن الأصح، وهو مذهب الحنابلة وهو الأصح في مذهب الشافعية، أن المصلي يحط يديه بعد التكبير في محلهما ولا يرسلهما ثم يحطهما بعد ذلك. نعم. قال شيخنا عفى الله عنه: ولم يأتي نص صريح في تعيين مكان موضعهما على الصحيح، ولأجل ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وهو خلاف في الأفضلية. هذه مسألة يقع فيها الخلاف عند بعض أهل العلم، ويتوسعون في الإنكار في هذه المسألة، ويشدد بعضهم على بعض في هذه المسألة، وهي مسألة أين يضع المصلي يديه؟ هل يضعهما على صدره؟ نحن اتفقنا في أكثر كلام العلم، وقد ذكر ابن منذر وغيره عن مالك حتى أنه بهذا القول فقريب من الإجماع، على أنه يضع اليمنى على اليسرى، هذا ثابت. لكن المسألة التي معنا أين يضعهما؟ هل على صدره أو فوق سرته أو تحت سرته؟ هذه هي المسألة، والخلاف فيها خلاف أفضلية وليس خلاف جواز وتحريم أو واجب ومحرم أو مكروه، وإنما التفاضل في هذا، الاختلاف في هذا من باب التفاضل. ولذلك ما نسمعه من بعض طلاب العلم من الإنكار الشديد على من خالف ما يراه في مكان وضع اليدين ليس عليه دليل في التشديد في هذه المسألة، وسيتبين لك من كلام أهل العلم فيما سيأتي الآن ما هو الأفضل، وأن أيضا الخلاف هذا واسع، والأمر في هذا واسع، ولا يصح أن يكون هذا الأمر محل اختلاف للقلوب أو إنكارا شديدا يحمل بعضهم على الهجران أو نحو ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. إذا تبين لك ذلك فدونك أقوال العلماء في هذه المسألة. القول الأول أن اليدين توضعان على الصدر، ونسبه ابن رجب إلى الإمام أحمد، واختاره الشوكاني في بعض مؤلفاته، والصنعاني وشيخنا ابن باز والألباني وغيرهم، وهو المذهب عند الحنفية في حق المرأة. واستدلوا بما أخرجه ابن خزيمة عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على يده اليسرى على صدره. وبما أخرجه أحمد عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال: يضع هذه على صدره،
وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. القول الثاني يضعهما تحت السرة، وهو مروي عن بعض السلف، وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية ومذهب الحنفية للرجل. واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. القول الثالث يضع يديه تحت الصدر وفوق السرة، وهو الصحيح عند الشافعية وقول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة. القول الرابع أن المصلي مخير في محل وضعهما لعدم ورود نص صريح صحيح في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. قلت: والصحيح أن المصلي يضعهما حيث شاء لعدم ورود نص صحيح صريح في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية في موضع وضعهما، فروي عن أحمد أنه يضعهما تحت سرته، روي ذلك عن علي وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي والثوري وإسحاق، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة. وعن أحمد أنه يضعهما فوق السرة، وهو قول سعيد بن جبير والشافعي، لما روى وائل بن حجر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. وعنه أنه مخير في ذلك، لأن الجميع مروي والأمر في ذلك واسع. وقال النووي رحمه الله في مذاهبهم في محل وضع اليدين: قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته. وبهذا قال سعيد بن جبير وداود، وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق: يجعلها تحت سرته. وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلز، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان: إحداهما فوق السرة والثانية تحتها. وعن أحمد ثلاث روايات هاتان، والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل. وقال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقال الطائفة: تكونان فوق السرة. وروي عن علي أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: فوق السرة. وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس. وقال آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النخعي وأبي مجلز. وبه قال سفيان الثوري وإسحاق، وقال إسحاق: تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع. وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. كما سمعت من هذه النصوص عن أهل العلم، وقد حرصنا أن ننقلها لأن هذه المسألة كانت محل نزاع عند طائفة من أهل العلم، ووصل بهم إلى حد النكير الشديد في هذه المسألة، فناسب نقل كلام أهل العلم وما روي في هذه المسألة، وتبين لك أنه ليس هناك نص صريح صحيح تام في مكان وضع اليدين، وأن الأمر واسع، إن شاء وضعهما على الصدر، وإن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء وضعهما فوق السرة، والأمر في هذا واسع، وإن نوع فحسن. ولهذا فإن
المصلي يتخير الأنسب له ولحاله، ولا تعنيف في هذه المسألة ولا نكير في موضع اليدين حال القيام في الصلاة، والله أعلم في هذا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: موضع النظر ويجعل نظره حال قيامه إلى موضع سجوده استحبابا، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخنا ابن باز، ودليله ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينظر إلى الشيء في الصلاة فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي، الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ولأنه أقرب للخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها، والذي يطلق بصره أحرى أن يذهب معه القلب فيهيم مع البصر، ينظر يمينا وشمالا، ولكنه إذا خفض بصره إلى موضع سجوده كان أحرى إلى استجماع قلبه وخشوعه. وذهب المالكية إلى أن المصلي يرمي بصره أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء أو ينكس. هذا أيضا، هذه المسألة مسألة أين يضع المصلي بصره، هل في موضع سجوده أو أمام قبلته أو في أي مكان يكون البصر، هل هناك تحديد من جهة الشارع في مكان وضع البصر؟ هذه المسألة كسابقتها، ليس هناك نص صريح صحيح في موضع بصر المصلي. الذي جاءت به النصوص أن لا يرفع المصلي بصره إلى السماء، وهذا محرم، لكن أين يضع، في موضع سجوده أو في موضع قدميه أو في موضع قبلته، ليس هناك نص صريح، وإنما يرجع هذا إلى ما يحفظ للمصلي صلاته وأن يستجمع قلبه، فإن البصر إذا نظر تبعه القلب، وانشغل القلب بما ينشغل به البصر فيحفظ بصره، سواء كان في موضع سجوده أو موضع رجليه أو موضع قبلته، المهم أن لا يطلق البصر فيما يشوش عليه في صلاته. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قلت: وليس في هذه المسألة دليل صريح ينتهي إليه المرء، ولذا فإن الأصل في المصلي أن يجعل بصره حيث يعينه على خشوعه في صلاته، ولا شك أن وضعهما في محل سجوده أجمع لقلبه وأبعد من تشتيت فكره، والله أعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ساق أقوال العلماء في هذه المسألة: هذا كله تحديد لم يثبت به أثر، وليس بواجب في النظر، ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله، وبالله التوفيق. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه. نعم، هذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، أجمع أهل العلم على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي، وكراهية الالتفات في الصلاة وتقريب النظر وقصره على ما بين يديه. هذا ليس محل خلاف، ولذلك يفعل المصلي
ما يكون سبباً في خشوعه واستجماع قلبه وتدبره لما يقول ويفعل. نعم. أما رفع البصر إلى السماء فقد جاء النص بالنهي عنه، والوعيد على فعله، فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وقد عد ابن حزم رفع البصر إلى السماء في الصلاة من الكبائر، فقال رحمه الله: هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام، لا على مباح مكروه أصلا، ولا على صغيرة مغفورة، وهو محرم عنده ومبطل للصلاة باعتبار أن النهي عائد لذات المنهي عنه. وممن ذهب إلى تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام والصنعاني والشوكاني وشيخنا ابن باز، وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة ذلك، والراجح التحريم دون إبطال الصلاة. رفع البصر إلى السماء من المصلي، لو رفع بصره إلى السماء ما حكم ذلك؟ اختلف أهل العلم في حكم ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول أن رفع البصر إلى السماء محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ومبطل للصلاة، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، وعد رفع البصر إلى السماء من المصلي كبيرة من كبائر الذنوب ومبطل للصلاة باعتبار أن النهي عائد لذات المنهي عنه وهي الصلاة. رفع البصر إلى السماء من غير عذر من المصلي منهي عنه، وهذا بالإجماع أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال: لا ينتهين عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. فهذا وعيد شديد. القول الثاني هو قول بتحريم الرفع، رفع البصر إلى السماء، وأن ذلك من المحرمات، وهو مذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختيار شيخنا شيخ بن باز، اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا بن باز، وهو أيضا قول الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. قول الثالث أن رفع البصر إلى السماء مكروه للمصلي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والراجح في هذا هو القول الثاني، هو الوسط، أن رفع البصر إلى السماء من المصلي محرم، لكنه لا يبطل صلاته، لا يبطل الصلاة، ولكنه محرم لما جاء في الوعيد: لا تخطفن أبصارهم. وهذا دليل على شدة النهي عن هذا الفعل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الاستفتاح، ثم يستفتح بما ورد من أدعية الاستفتاح، والمقصود بالاستفتاح الافتتاح، وهو الدعاء الذي يعقب تكبيرة الإحرام مباشرة، والعلماء على سنيته إلا مالك رحمه الله، فإنه لم يكن يرى مشروعيته، بل ذهب إلى كراهته أخذاً بظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وبعمل أهل المدينة.
قال القاضي عبد الوهاب: ويقرأ عقيب التكبير ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح. نعم، بعد ذلك، بعد أن يكبر لتكبيرة الإحرام ثم يضع يده اليمنى على اليسرى وضعا أو قبضا، ويضع بصره في الموضع الذي يحفظ عليه صلاته، يشرع له أن يستفتح. والاستفتاح هو الدعاء الذي يعقب تكبيرة الإحرام مباشرة، سمى دعاء الاستفتاح. والعلماء على سنيته، يعني أنه سنة وليس بواجب، فضلاً أن يكون ركنا، بل هو مستحب، إن فعله أثيب على ذلك، وإن تركه فلا شيء عليه. فالعلماء أكثر أهل العلم على استحبابه، إلا مالك رحمه الله فلا يرى سنيته، بل يرى كراهيته، أخذاً بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. واستدل أيضا بعمل أهل المدينة، وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأنه كان يستفتح صلى الله عليه وسلم بدعاء، وحفظ عنه ذلك، وسيأتي بيان هذا. وأما استدلال مالك بحديث أنس فلا وجه له في عدم سنية الاستفتاح، فإن أنس رضي الله تعالى عنه إنما يحكي ما يقرأ، يعني الذي يجهر به المصلي. ومعلوم أن دعاء الاستفتاح ليس مما يجهر به الإمام، التكبيرة تكبيرة الإحرام يجهر بها، ثم يسر الإمام بعد ذلك بدعاء الاستفتاح، ثم يجهر بالفاتحة. وأنس رضي الله تعالى عنه إنما حكى ما يجهر به الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الذين كانوا يؤمون في الصلاة، نقل أنس رضي الله تعالى عنهم ما يجهرون به في الصلاة. وهذا صحيح أنه لا يجهر بدعاء الاستفتاح من الإمام، لكن ثبت في أحاديث كثيرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عقيبة تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، وهذا هو دعاء الاستفتاح، وهذا هو دعاء الاستفتاح كما سيأتي بيانه من الأحاديث. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قلت: أما حديث أنس رضي الله عنه فأراد به القراءة. قال ابن قدامة رحمه الله: وحديث أنس أراد به القراءة كما جاء في حديث أبي هريرة، إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفسر ذلك بالفاتحة. وهذا مثل قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ويتعين حمله على هذا لأنه قد ثبت عن الذين روي عنه أنس الاستفتاح بما ذكرناه. أما الاستدلال بعمل أهل المدينة فقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أهل المدينة إلى 4 مراتب: الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكذلك صدقة الخضروات والأحباس، وهو حجة. الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي. ثم قال رحمه الله: وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح،
وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة. الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، والذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بذكر الدعاء في هذا الموطن. نعم، أما احتجاج الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة في عدم سنية دعاء الاستفتاح، فإن عمل أهل المدينة إن كان قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فنعم، لأن ما نقل من عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منه. وعمل أهل المدينة كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية على أربعة مراتب: المرتبة الأولى ما كانوا فيه نقلة، وهذا يقبل لا شك، لأنهم نقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كمقدار الصاع والمد وصدقة الخضروات والأحباس، فهم نقلة كغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو حجة ولا شك في ذلك. والعمل القديم بالمدينة المرتبة الثانية قبل مقتل عثمان فهذا حجة في مذهب مالك والمنصوص عند الشافعي. وفي الحقيقة عند التأمل في عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه أن ذلك العمل لا يخالف فيما نقل من عمل أهل المدينة أي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة: عند التعارض بين دليلين أو قياسين أيهما أرجح، وجهل أيهما أرجح، فهل إذا كان مع أحد القولين عمل أهل المدينة يرجح ما كان فيه عمل أهل المدينة؟ قال شيخ الإسلام: فيه نزاع، مذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا أثر لعمل أهل المدينة بذلك. والرابع من المراتب: العمل المتأخر بعد مقتل عثمان، فإن قول المحققين من أهل العلم مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وقول المحققين بأنه ليس بحجة. وما يتعلق بدعاء الاستفتاح، استفاضت الأحاديث الصحيحة بذكر الدعاء في هذا الموطن بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، سيأتي بيان هذه الأحاديث. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أما أدعية الاستفتاح فقد جاءت السنة بذكر أنواع منها، ومن ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح هو اختيار الإمام أحمد. الثاني: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثالث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الاستفتاح هو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله.
الرابع: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الخامس: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. السادس: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه ستة أحاديث باستفتاحات ثبتت السنة بها في أدعية الاستفتاح للصلاة، فريضة كانت أو نافلة، والمسلم مخير في الأخذ بأحد هذه الأدعية، وإن نوع فمرة يأتي بدعاء وفي صلاة أخرى بدعاء آخر فحسن، من باب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو التزم استفتاحا واحدا فقد جاء بالسنة وبما شرع في هذا الموطن، لكن إن أخذ ببعض هذه الأدعية ونوع فيها فهذا أفضل وأحسن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وبأي استفتاح استفتح به المصلي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، وإن جاء بالاستفتاحات مرة ومرة فيأتي بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم بحيث ينوع في صلواته فحسن، وإن التزم استفتاحاً واحداً فلا شيء عليه وقد جاء بالسنة، وإن التزم الاستفتاح الأول فحسن، لأنه ثناء محض على الله عز وجل، وقد استجمع ألفاظ الثناء والتقديس والتمجيد لله عز وجل. وكان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسنا، وهذا هو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. وذهب بعض الشافعية إلى جواز الجمع بين الاستفتاحين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة. قلت: لم يأتي في السنة ما يدل على ذلك. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: السنة أن ينوع في الاستفتاح ما كان النبي يجمعها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم، السنة أن ينوع في هذه الاستفتاح، في هذه الاستفتاحات، مرة يأتي بما ورد عن عمر وكان يجهر به وهو دعاء جمع فيه المصلي بين تقديس الله جل وعلا وحمده والثناء عليه، فهي ألفاظ بالثناء والتقديس والتمجيد، كان أكثر السلف يستفتحون به، وعمر كان يجهر به في صلاته لتعليم الناس هذا الدعاء، كان يجهر عمر رضي الله عنه وهو يؤم الناس بهذا الاستفتاح حتى يتعلم الناس هذا الدعاء. ولكن لو نوع فمرة بما ورد عن عمر، ومرة باستفتاح علي، ومرة باستفتاح أبي هريرة،
فهو حسن. وذهب بعض الشافعية إلى جواز الجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يستفتح باستفتاحين في صلاة واحدة. ولكن لم أجد والله أعلم ما يعضد هذا القول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح باستفتاحين في صلاة واحدة. ولذلك فإن السنة أن يأتي الإنسان بدعاء واحد، إما أن يلتزم هذا الدعاء في كل الصلوات أو ينوع بين هذه الاستفتاحات. وأما أن يأتي باستفتاحين في صلاة واحدة، وإن كان قال به بعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه لا دليل صحيح وصريح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز غفر الله له، فإنه لا يرى الجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح باستفتاحين في صلاة واحدة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الاستعاذة ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو سنة عند جمهور أهل العلم، وذهب الظاهرية إلى وجوبه. ومعنى الاستعاذة: ألتجئ وأعتصم وأتحصن بالله من أذى الشيطان الرجيم. وأعوذ فعل مضارع يفيد الاستمرار عكس الفعل الماضي الذي يفيد الانقطاع، وكأن الله تعالى يأمرنا بالمداومة على الاستعاذة من الشيطان، لأنه عدو مبين لا يمل لإضلال بني آدم. قال سبحانه: إنه لكم عدو مبين. وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن. نعم. بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ. والاستعاذة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة سنة، استعاذة في الصلاة سنة عند جمهور أهل العلم. وذهب الظاهرية إلى وجوبه، إلى وجوبه أنه واجب، والصحيح أنه سنة، لو تركه الإنسان لا شيء عليه، لكنه ترك السنة. والصفة في هذا، صفة الاستعاذة، أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ما ورد أيضا في الحديث أن يجمع بين الاستعاذة وصفة الله تعالى مع تقديمهما، قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وورد أيضا، وردت صيغة ثالثة في الاستعاذة، أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كالثانية، ولكن يزيد: من همزه ونفخه ونفثه. يقول ابن قدامة: وهذا كله واسع، كيفما استعاذ فهو حسن، إن استعاذ بالأول، باللفظ الأول، أو باللفظ الثاني، أو باللفظ الثالث، أو نوع فصلاة يقول بها في الاستعاذة بالصيغة الأولى، وصلاة بالثانية الصيغة الثانية، والصلاة بالصيغة الثالثة، حسن حسن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: البسملة ثم يبسمل. والبسملة مصدر بسملة المنحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن مبحث البسملة من المسائل التي طال الكلام عليها في مصنفات أهل العلم، وذلك لما ينبني عليها من أحكام. قال النووي رحمه الله: مسألة البسملة عظيمة مهمة، ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد،
ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها، وأكثر التصانيف فيها مفردة. نعم. ثم بعد ذلك يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة ثبت الإتيان بها، بل تكلم العلماء في هذا الأمر في مسألة البسملة وأطالوا الكلام فيها في مصنفاتهم لما ينبني عليها من أحكام. ولذلك النووي رحمه الله يقول مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة. كيف ينبني عليها صحة الصلاة؟ يعني عند من يقول أن البسملة آية من الفاتحة لو تركها الإنسان بطلت الصلاة، لم تصح الصلاة. سيأتي خلاف أهل العلم في هذه المسألة، لكن الإمام النووي رحمه الله بيّن ما لهذه المسألة من أهمية، لأنه عند من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة لو تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا لم تصح الصلاة حتى يأتي بها ولو كان سهوا، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، ومأمور أن يأتي بها، والمأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالخطأ، ولذلك لا تصح الصلاة. فيعيد الصلاة لو تركها ولو ناسيا، ثم ذكر بعد الصلاة أن ما بسمل في أي ركعة من الركعات. عند من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة عليه أن يعيد. ولذلك ذكر الإمام النووي كما ذكر غيره أن المسألة عظيمة مهمة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وسيكون بحثها من خلال ما يلي. أولاً، هل البسملة آية من الفاتحة؟ مذهب جمهور العلماء أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، واستدلوا بما يلي: واحد، ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي الحديث. اثنين، ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففي هذين الحديثين دليل على أن أول آية هي الحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في أولها. قال ابن عبد البر رحمه الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وهو أقطع حديث في ترك بسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم، لأن غيره من الأحاديث قد تأولوا فيها فأكثروا فيها التشغيب والمنازعة، وبالله التوفيق. ثلاثة، ما أخرجه أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون البسملة. هل البسملة
آية من الفاتحة أو لا؟ ينبني على ذلك، ينبني عليه أمر عظيم، وهو من ترك البسملة في صلاته قبل قراءة الفاتحة، من قال إن البسملة آية من الفاتحة لم تصح صلاته، ومن قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من سور القرآن وإنما هي آية مستقلة قالوا بصحة صلاته. اختلف أهل العلم في هل البسملة آية من الفاتحة على قولين مشهورين. قول الأول قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن البسملة ليست آية، ليست آية من الفاتحة، واستدلوا على ذلك بأعظم دليل صريح صحيح في هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، الصلاة هنا يعني سورة الفاتحة، ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، فسميت سورة الفاتحة بسورة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بسورة الفاتحة. قال الله تعالى: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. أين وجه الدلالة؟ في قوله صلى الله في قوله الله جل وعلا فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فابتدأ بالحمد لله رب العالمين، دل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. وعلى هذا فإن الرسم الذي يوجد عند كثير من في كثير من المصاحف بأن بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى فتكون سبع آيات، هذا على القول قول الجمهور أن البسملة ليست آية في الفاتحة، فإن البدء الآية الأولى تكون الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. فيكون في الآية في الرسم الذي يكون فيه بسم الله الرحمن الرحيم آية، جعلوا في الآية التي قبل الأخير آيتين في آية، وعلى القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة يكون ترتيبها كما ذكرنا، وإلا فالجميع متفق على أن الفاتحة سبع آيات لقول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا دليل قوي. كذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا سعيد وقال له: إني أعلمك لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فلما سأله قال: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه سورة الفاتحة،
وعلمه فقال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك. فهذا أيضا دليل آخر في أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وابن عبد البر يقول حديث أبي هريرة أقطع حديث في ترك، يعني أوضح وأبين وأقوى دليل في ترك بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا استدل القائلون بهذا القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية في كل سورة إلا في سورة النمل، وإنما هي آية مستقلة بحديث إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وتبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون البسملة. القول الثاني، نعم. قال شيخنا حفظه الله: وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة وآية كاملة من أول كل سورة ما عدا سورة التوبة، ولذا يجهرون بها في الصلاة كباقي آيات الفاتحة. ودليلهم إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف في أوائل السور جميعا سوى سورة التوبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال: أحدها أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه. والثاني أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهذا أعدل الأقوال، فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن يدل على أنها من القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. نعم، تنازعوا في بسم الله الرحمن الرحيم مع اتفاقهم على أنها جزء من آية في سورة النمل، لكن في أوائل السور هل هي من القرآن أو أنها كتبت تبركا بها على 3 أقوال. قول الأول وهو مذهب مالك وطائفة من الحنفية، وقول في مذهب الإمام أحمد أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها. والثاني أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية، هذا مذهب الشافعي، يقولون أن البسملة آية من كل سورة، آية من كل سورة، وهي أيضا بعض آية في سورة النمل. والثالث أنها آية ولكنها مستقلة، هي من القرآن وهي آية كتبت في أول كل سورة ولكن ليست من السورة، هي آية مستقلة عن السورة ولكنها من القرآن. وهذا مذهب ابن المبارك والإمام أحمد، وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهو أعدل الأقوال ولا شك وأرجح الأقوال كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وتنازعوا في الفاتحة هل هي آية منها دون غيرها، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها، وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث أظنه قول أبي عبيد،
واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة، وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة، وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. والثاني أنها ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها، وهذا أظهر. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط، أو ليست آية مطلقة؟ أما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القرآن ليست آية، ولا غرابة في هذا. فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله هو الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظة هو، وبعضها ليست فيه. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا الآية، فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا. وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. نعم، لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف، يعني بعض القراءات دون بعض، وهذا هو ما سار إليه الإمام الشيخ الشنقيطي للتوفيق بين أقوال العلماء. المهم أن تعلم أن المسألة خلافية، وأكثر أهل العلم على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإن كانت على الصحيح أن البسملة آية مستقلة من القرآن، لكن المهم في هذا أن نتعلم وأن نعرف حكم قراءة البسملة في الصلاة. نعم. الثاني، حكم قراءة البسملة في الصلاة. ذهب الجمهور إلى مشروعية قراءة البسملة بعد الاستعاذة، وقيل وقبل قراءة الفاتحة، إما وجوبا عند القائلين إنها آية من الفاتحة، وإما استحبابا عند من لا يرى أنها من الفاتحة. واستدلوا بما رواه النسائي وابن خزيمة عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تقرأ في الصلاة لا سرا ولا جهرا، لا إمام ولا غير إمام، وقال وهي السنة وعليها أدركت الناس. وحجته ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذه الرواية مجملة
يفسرها قوله رضي الله عنه في الرواية الأخرى: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي رحمه الله: قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهور على مشروعية قراءة البسملة بعد الاستعاذة، إما وجوبا عند القائلين إنها آية من الفاتحة، وإما استحبابا، والأرجح أن البسملة ليست من الفاتحة فتبقى على الاستحباب في هذه المسألة. الراجح فيها الاستحباب، وهو خلاف قول مالك، فإن الإمام مالك لا يرى قراءة البسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا، لا إمام ولا غير إمام، وقال وهي السنة، أي ترك البسملة، وعليها أدركت الناس. ولكن كما بينا في الاستعاذة يقال أيضا في البسملة، وأنه إنما كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين فيما يقرأ، أما فيما يسر فما كان هذا داخل في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فإن الاستفتاح والاستعاذة والبسملة يسرون بها، والله أعلم. ونسأل الله الجميع أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.